السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير فندم. احنا حضرتك منورنا النهاردة في جامعة كفر الشيخ، والحقيقة فندم احنا يعني كل الجامعة سعيدة جدا، بل المحافظة كلها سعيدة جدا بتشريف حضرتك لينا. موجودين امام حضرتك اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة كفر الشيخ، ايضا طلاب، بعض من الطلاب من الجامعة واتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ، وممثلين عن اتحاد طلاب جامعات مصر بالكامل، بالإضافة إلى يعني العاملين والإداريين بالجامعة ومن ذو الهمم أيضا من طلاب هذه الجامعة. مشرفنا فندم. شكري. صباح الخير وكل سنة وانتم طيبين. يعني لكم جميعا التحية، أعضاء التدريس والطلبة وفي وافدين كمان، مش كده؟ وطبعا ضيوفنا من الطلبة الوافدين. والحقيقة يعني أنا سعيد صحيح إن أنا موجود معاكم، لأن أنا كان برنامجنا بعد موضوع مؤتمرات الشباب إن إحنا نزور الجامعات ونلتقي بالشباب، شباب مصر مستقبل والثورة الحقيقية لبلدنا. فاسمحوا لي إن أنا أرحب بيكم وسعيد إن أنا ألتقي بيكم وإن أنا أتكلم معاكم. بس أنا عايز أقول لكم على حاجة، إحنا زيارتنا النهاردة الهدف منها ان احنا اولا نأكد تقديرنا ليكم واهتمامنا بيكم وايضا اعتمادنا عليكم. عايز اقول لكم على حاجه، اوعى تفتكروا ان ذخيره اي امه وثروه اي امه مرتبطه بشبابها. الشباب هو المستقبل، الشباب هو الاراده، الشباب هو القدره. طب ايه كمان؟ الاستعداد للمستقبل. واحنا بنحاول نعمل معاك ده. يعني احنا في تطوير الجامعات وتطوير التعليم الهدف منه ان احنا نساعد نفسنا اولا في مصر ونساعد شبابنا على ان هو لما يخرج يجد فرصة عمل حقيقية. بالمناسبة احنا بنتكلم على جودة التعليم في كل المجالات، يعني في كل مجالات التعليم، لا التعليم الفني فقط ولا التعليم التكنولوجي فقط ولا التعليم الإنساني فقط، لا، كل مجالات التعليم. كل ما هنحسن في جودة التعليم المقدم وينعكس ده على المتلقي من المتعلمين الشباب والشابات، كل ما ده هيبقى بنضخ قوة حقيقية في دماء بلدنا مصر. مش عايز أطول عليكم، لأن عايز أسمع منكم و تسألوا وجاوب. تفضل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير حسين وائل. ازيك طالب بالفرقة؟ الحمد لله تمام. طالب بالفرقة الأولى كلية حقوق جامعة كفر الشيخ. في البداية أحب أعبر عن مدى سعادتي وسعادة زملاء الطلبة وأبناء المحافظة بتواجد سيادتك معانا. شكرا. الحقيقة أنا مش هسأل سؤال، لكن هو تعليق عن وضع بيأثر فينا كشباب. إحنا خايفين من اللي جاي، ومقدرين طبعا اللي الدولة بتعمله من مشروعات، وشايفين الانجازات اللي بتحصل، وده مطمنا جدا، لكن احنا كشباب طمعين شويه، محتاجين. اوعى تقول خايفين تاني. الشباب ما يخافش ان شاء الله. الشباب يخش بكتفه وبدراعه وبوقته وبشبابه وبالامل. لا لا، هنخاف؟ خاف من ايه؟ اسمع، معانا ربنا طبعا. اللي معاه ربنا يخاف؟ لا. طب خلاص كمل. احنا طبعا شايفين اللي الدوله بتعمله من انجازات ومشروعات، ده مطمنا جدا، لكن احنا كشباب طمعين شويه، محتاجين جرعه من الطمانينه اكتر عن مستقبلنا، عن حضرتك بتحلم لنا بايه، نفسك نكون فين. اللي خلاني اقول الكلام ده اللي انا شايف انجازات مش مسبوقه في مصر، ده بيخليني طموح اكتر احنا وشباب مصر كلنا، اللي احنا نكون ببلدنا رقم واحد تحت قياده سيادتك، واحنا في ظهرك كشباب. شكرا. ايه تاني؟ اتفضل. حد تاني؟ صباح الخير يا سياده الرئيس. صباح الخير. احب اعرفك بنفسي، انا طالب سودانيه سواء ادريس بكليه العلاج الطبيعي. سودانيه. اهلا وسهلا. بكليه العلاج الطبيعي الفرقه الخامسه. اسمح لي اتكلم بلسان كل الطلبه الوافدين زملائي من بلاد مختلفه زي تشاد وسوريا وموريتانيا والمغرب ونيجيريا.
كل البلاد طبعا الوافدين اللي هنا في الجامعه، ان احنا بنحس ان احنا ما بنتعامل معامله مختلفه تماما عن المصريين هنا، بالعكس بنتعامل زينا زيهم واحد. وطبعا احنا بصفه خاصه كسودانيين طبعا، لان بيعتبر ان مصر يعني والسودان حاجه واحده، ده اكيد. بس وبحب اشكر حضرتك طبعا على حضورك هنا معانا، وعلى كل شيء، وعلى تعاملنا في مصر بشكل ما بشكل خاص في الجامعات بس، لا بشكل عام في عموما في مصر كلها. وشكرا لك يا سيادة الرئيس، وتسلم لنا، وشكرا. شكرا. السلام عليكم. My name is Jamil Isa. I came from Nigeria from the Faculty of Computers and Information. I am level 2. First of all, I'm not going to ask questions, but I'm going to say thank you, sir, thank you, sir, thank you, sir, because we see many love and hospitality from our doctors, our teachers, and our president, the vice president. All of us, they show us love and care. So we thank you. This is all happening with your guidance and support. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you very much. بس انت لازم تكون بتتكلم عربي بقى شويه، طمني يعني. انا كلمي عربي قليل. طب ده مش قليل ولا حاجه، ده جميل جدا. اتفضل استاذ. طيب انا هبدا بالضيوف الاول، ان انا ارحب بيهم مره ثانيه من السودان ومن نيجيريا ومن تشاد ومن كل البلاد اللي موجوده في الجامعه هنا، بس مش هنا بس، في جامعه كفر الشيخ ايضا، في كل جامعات مصر. ارجع لحسين تاني وكلمه طمني على المستقبل. بص يا حسين، انا لو قعدت اكلمك على اللي بيتعمل واللي احنا بنعمله للمستقبل كتير، ولكن انا قلت في بدايه الكلام نقطتين مهمين مش عايز اكررهم تاني. قلت مهم قوي انك انت تبقى فاهم كويس قوي الدنيا اللي حوالين منك، وكمان مستعد لسوق العمل القادم. اسمع يا حسين، انت خريج حقوق ان شاء الله. لو انت النهارده اكتفيت بالتعليم اللي جوه الجامعه دلوقتي، ونسيت ان الثلاث اربع سنين اللي انت فيهم فرصه كبيره ليك انك تفكر، انا عايز اقول في تخصصات في مصر في مجال القانون بكل مش كتير اللي بيشتغلوا فيها، وبالتالي دي فرصه مطلوب ان يبقى عندنا هذا التعليم ومتقدم جدا، لكن كمان مطلوب ان هو يبقى على قد سوق العمل المتاح، ما يبقاش عبء على سوق العمل. في تخصصات مش احنا عندنا عجز فيها كتير. اقول لك على حاجه، الرقمنه على سبيل المثال، انا عايز اقول لك احنا عندنا تحدي كبير جدا في هذا المجال، وعايز اقول لك ان سوق العمل بتاعه مش في مصر بس، لا، سوق العمل بتاعه في كل حته في الدنيا، بس امتلك القدره دي، واحنا عاملين مبادرات للموضوع ده لا حصر لها. هل انا وانا في حقوق ممكن اشتغل فيها؟ ان حبيت. ان ايه؟ ان حبيت انت او غيرك. لكن احنا عاملين مبادرات للدوله بين 10,000 جنيه للكورس لغايه 100,000 جنيه للمجال ده. لان المجال ده تاني جوه مصر وبره مصر بلا حدود، وده المستقبل.